لكن الان في عيش في الغيبه الكبرى، ونحن نقول نحن شيعة علي بن ابي طالب، نحن اتباع علي بن ابي طالب، لكن يا ترى تعال احنا اليوم في زمان وباء وبلاء، هل تعايشنا مع هذا الوباء والبلاء مع الله عز وجل؟ هل كنا نحن اليوم ها فعلا اتباع علي بن ابي طالب كان يعيشوا الوقت اللي يعيشوا علي بن ابي طالب في ذاك الزمان، ذاك نعيش نحن هذا اليوم؟ طبعا ماكو. ليش ماكو؟ لانه خلنا حاجه هسه احنا ابسط شيء، النبي صلى الله عليه واله يقول انا وكافل اليتيم هاتين في الجنه. من اللي في اليتيم؟ ما حد كفل اليتيم بس آل محمد، ما حد كفل اليتيم بس علي بن ابي طالب. يعني حادثه يذكرها التاريخ يقول انه الامام سلام الله عليه جاء الى احد البيوت وطرق الباب، طلعت الامراه قال أمة الله يقولون عندك أيتام؟ قالت نعم. قال أيتامهم علي بن أبي طالب، أولادهم سالمين أو أولادي أيتام، وزوجي قتل بسبب علي بن أبي طالب. يقول تأثر الإمام سلام الله وتقول له لحد اليوم لم نرى علي بن أبي طالب قد طرق بابنا وتفقدنا وجاءنا وسأل عنا، تركنا علي بن أبي طالب. يقول الإمام تأثر سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه. الآن حمل المتاع وجاء طرق الباب قال أمة الله هذا شلون كنا ما يقول وقت انه حنطة او شعير ينطحن. قال اما انت تخبزي خبز وانا اسكت الاطفال، واما انا اخبز وانت تسكتي الاطفال، واحد من عندنا ياخذ هذا المهام. قالت لا انت تسكت الاطفال وانا اخبز. يقول بعد ما انه هاي المرأة انتهت وهي تخبز دخلت جارها عليها، احد النساء دخلت عليها قالت اليوم اجد عندك طعام. قالت هذا الرجل جزاه الله خير افضل من علي بن ابي طالب، فقدنا وجاءنا وذكرنا وجاب لنا هذا الطعام، وعلي بن ابي طالب لم يذكرنا لحد الان. يقول هاي ما شافت علي بن ابي طالب داعي. قالت لها ويحك لو تعلم من اللي طالع عندك اليوم جالس في بيتك. قالت هذا علي بن ابي طالب. سلام الله. يقول ما غلطتم على ناس. قالت سيدة المعذرة من الله منك. قال لا عليك لا عليك، انت اللي تقولينها هذا حقك، زوجك استشهد بالمعركة وما حد جاج ما حد طلق بابي صحيح، وانا ارجو المعذرة من الله منك، انت اعذريني، ادعي الله ان يغفر لي مولانا علي بن ابي طالب بهذا الحجر قسيم الجنة والنار. زين اللي ما عنده صك من علي بن ابي طالب ها ما يدخل الجنة ولا يعبد الله الاف السنين، ويقول للمرأة ادعي الله ان يغفر لي، لكن ما بان انا وغير من الانسان المتدينين الذي فمين معاصي وذنوب. هذا علي بن ابي طالب، لو تحدثنا مئات السنين نعجز عن كلمه علي بن ابي طالب، لكن انا ادعو الله ورسوله بحال هذه الليله المباركه، الليله المقدسه، ليله علي بن ابي طالب، ان يحشرنا مع علي بن ابي طالب، ان لا يحرمنا من جوار علي بن ابي طالب في الدنيا والاخره، ويجعل لنا علي بن ابي طالب شفيعا لنا في الدنيا والاخره. الى وجه الله تعالى ولا شرف النبي.